السلام عليكم شباب، معكم علي تاكو جيمر. رجعت لكم اليوم بمقطع جديد. اليوم راح نتكلم عن جليتش اكس بي، فطبعا لايك واشتراك وكود الايتم شوب A19 الله يسعدكم، لان الكود راح من عند الجميع. فبتمنى اي حدا حابب يدعمني بشكل مادي على التعب اللي مسويه بشكل يومي A19، نزل اخبار وتسريبات وطبعا بالاضافه جليتشات الاكس بي. ويلا خلونا نبدا. طبعا كل اللي علينا نجي نحط كود هذا الماب اللي هو اللي فيه الجليتش. هتلاقوا طبعا هاي هي صوره الماب، ادخل عليه وتاكدوا يا شباب. اهم شيء علامه الاكس بي اللي هون على الجنب وانت عم تدخل على الماب، اذا ما لها موجوده فالجلتش ماله شغال بكل بساطه. اوكي شباب، بعد ما دخلنا على الماب كل اللي علينا نرجري لهناك. طبعا بما انه عم يجيكم اكس بي مثل ما احنا عم نتحرك فاكيد الجلتش لسه شغال، فبنتحرك هيك نرقص هذا مكان ودنا عند عداد مدته 15 دقيقه. بعد ما ننتظر ال 15 دقيقه برجع لكم يا شباب. طيب يا جماعه الخير، رجعنا لكم. كل اللي عليكم تحطوا هون رقم 4، بعدين تحطوا 7، بعدين ترجعوا تحطوا 4 كمان. ولا تنسوا انه الماب بيتحدث بشكل مستمر، فممكن تلاقوا الاشياء مختلفة. فنحن عملنا تفعيل على كل احوال، مجرد ما طلعت هاي الرسالة معناتها الموضوع تمام. مثل ما انكم شايفين حيبدأ يتفعل معنا الـ AFKXB. مجرد هذا المكان ما يكون متغير فمعناتها يعتبر الجلتش وقف، فالمكان لسه هو بعد الجلتش شغال. فالعموم ما بطول ما اطول عليكم بالحكي، نجي ندخل لهون. حتلاقوا عند الصوره هاي بالتحديد يا شباب حتلاقوا في زر نكبس عليه وحيبدا الاكس بي مثل ما انكم شايفين، 50000 اكس بي، 80000. فالصراحه الجلتش قوي، فننتظر ونشوف كم حيوصل الاكس بي معنا. وصلنا شباب 145000. فالزر الثاني ببساطه تطلعوا هيك لفوق، هتلاقوا الزر بأحد الأماكن هون هيك. والله صراحة ضايع الزر، فتلاقوه هنا هيك. أي ليكو نكبس عليه وننتظر ونشوف كم حيعطينا اكس بي. حاليا معنا 170000 اكس بي، 180000 اكس بي، صراحة شيء جدا أسطوري. وصلنا يا شباب 200000 اكس بي، فنروح نكبس الزر اللي بعده. هتلاقوا عند هذا الباب هيك هون، تدخلوا نفتح الباب، هتلاقوا عند هذا المكان زر الاكس بي اللي بعده، نكبس عليه ونشوف كم حيعطينا اكس بي. احنا حاليا معنا 224000، 227000، 235000، صراحة ارقام جدا خرافية. طيب شباب الزر اللي بعده حتروحوا لهنا كذا على هون من فوق، حتلاقوا زر اكس بي كمان نكبس عليه. مثل ما انكم شايفين الاكس بي ارقام جدا حلوة تقريبا. وطبعا انا اللي يسألني ليش دخلت من حساب، بس دخلت من حساب ماني مسوي عليه جلتشات، عشان الناس بتقلي مثلا مثل حسابي امبارح ما اجاني اكس بي كثير، ولكن بورجيكم ان الشخص اللي ما بيسوي جلتشات بيجي اكس بي كثير. طيب شباب الزر الاخير اللي حتلاقوه هون عند هذا البيت مثل ما انكم شايفين، تدخلوا عليه حتلاقوا اخر زر معنا مثل ما انكم شايفين هذا هو. وصلنا 300000 اكس بي تقريبا، وارقام جدا حلوه وخرافيه. وعشان توقفوا الاكس بي ويجيكم بدون ما يصير جلتش، فكل عليكم ترجعوا لهون، وبعد ما ترجعوا فبنرقص مره ثانيه عند هذا المكان. هيك رقصنا، المفروض ينقلنا هيك لورا، فتكبس على ستوب يا عمي. اكبس لي على ستوب، في جلتش. ايوه، وبس حطت ستوب حيوقف الاكس بي وحينضاف كالليفلات. المفروض اوقف، لازم اكبس منيح بس، حيبدا يزيدكم كالليفلات. اتمنى اكون افدتكم الجلتش. هذا هو الفيديو اليوم شباب، لايك والاشتراك كود الايتم شوب A19. اشوفكم في مقطع قادم. سلام شباب.